بيوحدونا كلنا سوا. شكرا لك استاذ امين. بدنا ناخذ بريك هلا او بنكمل؟ اوكي خلينا نكمل مع المدموزيل جانيت مرديني. مدموزيل جانيت بدها تحكينا عن الروح السريانيه داخل اللغه اللبنانيه. انت عندك خبره بهالموضوع، تفضلي. بريخ رمشو، اهلا فيك. بس خليني اذكر جمله وردت بكتاب الاراميه السريانيه لغه وتراث. هلا الابراهمي عم بيطالبونا بالسويد انه ليش ما كملت العشر، لان خي وقتها كنا بفتره ما قدرنا كملنا مع انه مكتوبين العشر مشلدات. تفضلي. ايه بدي اقول اليوم لا تزال السريانيه بشكلها الشرقي والغربي لغه حيه، اذ لا يزال ينطق بها شعوب قيد لها ان تتغلب على طوفان الازمنه. شفت تيجي الابراهمي شو بيقول؟ ايه تفضلي. الله يخليك تودي ساقي المملوك. اللغه السريانيه مثل ما ذكروا هلا هي لغتنا الام، لغه اللي تكلم فيها سيدنا يسوع المسيح، ولغه اللي حكيت هلا انه هي لغه كنيستنا السريانيه المارونيه. رتبه القديس الاحتفالات الدينيه كانت كلها باللغه السريانيه. لحديث 1950 كان كل رتبة القداس كان بالسرياني. أنا هلأ عن جديد أنا وقت ارتسمت كاهن ما كنت أقدس إلا بالسرياني، وهلأ بقدس بدل كل واحدة أكيد بالشعب بقدس أكثر شيء بالسرياني. الألفاظ الكنيسة هي من اللغة السريانية. أنا رح أعطيك هلأ كم مثل كهنو، مش رح ترجمه كمان. كهنو، شمشو، كربونو، زيوحو، وكلمة كتير بنستعملها نحن هو مشح. بيقولوا رايح مشحة المرضى، هيدي هي مسحة باللغة العربية يعني. اللهجة اللبنانية عندها خصوصية من لغتنا السريانية. في كتير ألفاظ وتعابير من لغتنا السريانية بنستعملها بلهجتنا اللبنانية، إذا بدك لغتنا اللبنانية. نعم. نبلش بالحروف الأبجدية. حروف الهجاء هي اسمها. بس أبجدية من وين إجت أبجدية؟ من أبجد هوز، لغة سريانية، أولف بيت جمل دولت. نعم. إجوا اليونان أخذوا الأولف عملوها ألفا، بيت بيتا، الجمل جمة، دولت دلتا. أشهر السنة نحن بنستعمل أشهر السنة تبعولنا كمان رح أقولهم بالسرياني. شفوت، أودور، نيسون، إيور، حزيران إلى آخره. هذه بتطلع إلى عنا على بشر وبعدهم بيقولوا أو عيناتها شهر نيسون حافظين عليها. ومش بس شهر أيور، مظبوط. حزيران. نحن عنا إذا بدك تتعلم اللهجة اللبنانية المضبوطة اللي هي مشتقة بدك تطلعي على دير الأحمر عيناتها عبشري على هالمناطق تبعنا لبعدها. أو مثلا بتطلعي عند الختيارية ببرمانة بقول له للختيار أنت منين؟ بيقول لي أنا من برمانة. انا من برمانة على اللهجة الشرقية. وهون هالامور هيدي دقيقة جدا يعني. انا اشتغلت على هالموضوع، عندي كتاب ان شاء الله نقدر نطبعه، الكلمات اللي هي باللغة اللبنانية اللي جاية من اللغة السريانية اللي متداولة وبنحكيها واللي بعدنا كمان نحكيها. نعم تفضلي. مش بس سكان لبناني بيعرفوا هيدول الاشهر، في العراق وسوريا كمان، لانه هن كانوا يشكلوا الهلال الارامي. نعم. لهيك بعدهم في قواعد لغتنا اللبنانيه هي من اللغه السريانيه. من دايما بنبلش نسكن اول متحرك بالكلمه، بنقول كبير صغير، مش عم نحكي غلط. هيدي قواعد اللغه السريانيه. نستعمل النون بالضمير المخاطب والغائب. بيتكم، مدرستكم، دايما عم نستعمل النون. التقاء الساكنين بوسط الكلمة، عمتك، ستك، جدك، أبدا مش عم نحكي غلط. هيدا من لغتنا، من قواعد لغتنا السريانية. والبرهان على ذلك أنا رح ساعدك، المصاروي اللي بيجوا يصيفوا بلبنان اللي بيصيفوا بحمدون ما بيقبل، لأنه باللغة العربية ما في شيء بيبتدي بساكن. بيقولوا صيفنا بحمدون، بحمدون، بينما نحن بنقول عشقوت، عجلتون. كل الكلمات اللي بتبتدي بساكن هي جاي من اللغة السريانية، وبتمنى انك توضحيها هيدي القصة لكل المشاهدين خصوصا في لبنان ليعرفوا انه اسماء الضيع اللبنانية هي من
جاي من اللغة السورية. هيدي كمان رح يذكرنا فيها استاذ إذكار. في عنا كمان الهمزة اللي حكى عنا الاستاذ أمين، ما في عنا، مش موجود الهمزة باللغة العربية، لهيك عم نستعين باليود، لهيك من ايه منقول نايم صايم نايب ريت، ما منقول قراء قايم، كلهم نستعمل كلهم. هودي جاي من السرياني. اذا منروح ابعد من هيك على الفاظنا، في الفاظ الفاظنا بلغتنا اللبنانيه هي مشتقه من اللغه السريانيه، ما ممكن نفهمها الا ما نرجع على لغتنا السريانيه. اذا سالت سؤال وحدا جاوب بقول لك لا، مش قله تهذيب، لا، لان لو ما بيقول كلا، سال بقول ايه، مش قله احترام، لانه عم بقول اين بالسرياني هي نعم. في مثلا بقولوا بوبو، هي من السريانية بوبو، طفل طفل. واوا ما بنقول وجع نحن، واوا هي من واوا بالسرياني. ايه بتقول له امه مع واوا واوا. اكثر اكثر حدا بيحكي، اكثر ناس بتحكي السرياني هي الام وقت بتكون عم تحكي مع ابنها. نعم. بتقول له برا جوا، بر جوا، ما بتقول له داخل وخارج. بنقول ارض دبور، من بورو سريانية، ما بنقول أرض قاحلة. في كلمات في كتير، في كلمات عديدة، بس بدي أذكر كمان بعد مثلا خلي مريو، بنقول نحن البخش، بخش بخشو بخشو بالسرياني، بخش بخش الأرض أو بخش الحيط، بخشو كلمات كتير يعني. بدي ناطورو. أعطيك بدي ناطورو. أعطيك ما بنقول الحارس. نعم ما بنقول ناطورو. ناطورو ناطورو جاي من ناطورو بالسرياني، ما بنقول حارس. في كمان بنقول بعدين، ما بنقول بعد اذن، بعدين هي بعدين بالسرياني. الايمت، الامتى، الى متى، نحن دائما بعدنا عم نحكي سرياني بلهجتنا اللبنانيه. بدي كمان اقول موريو هو مار سيد، ومرته هي مارتا، مار يعني مره، سيده باللغه العربيه. وهون بنلاحظ انه بلخبطوا وقتها بقولوا مرتقلة، بيحذفوا مرت مرت مرتقلة. نعم. اذا بدنا نذكر، اذا بدنا نكفي نذكر، في كثير الفاظ، لهيك لازم نحن نتعلم اللغه السريانيه تنشوف انه نتعمق فيها ونعرف انه هيدي هي اللي عم نحكيها بلغتنا اللبنانيه. بما انه ابائنا واجدادنا وصلوا لنا اياها لغه حيه، علينا نحن نحافظ عليها ونوصلها لاولادنا كمان بامانه، مثل ما وصلوا لنا اياها نوصلها. اذا بدنا نحكي بتركيب جملنا، نحن بجمل، جمل كامله اذا ما رجعنا للغه السريانيه ما ممكن نفهمها. مثل نفد بريشو، شو يعني ريشو؟ نحن ما عندنا ريش ولا بننتمي لفصيله طيور ولا خلص شو. راسه خلص راسه خلص راسه ريش مقطوع حيله، ما ممكن نفهم حيله الا ما نرجع للسرياني. حيله هي القوه، القوه مقطوعه قوته. في جمل نفهم معناتها، متشمر عزنوده، ركب مزريب المي، كش البرة، تعال جوا، هيدول كلهم جمل سريانيه. انا بدي اسالك هلا هون، بيتكم اين صوب؟ شو حكيت؟ شو قلتي؟ بيتكم اين صوب؟ اي صوب؟ بيتكم بأي اتجاه يعني؟ بأي لغة حكيتن؟ بالسرياني. بالسرياني. ما بعدت كثير عن لغتنا اللبنانية. أبداً. لك فإذا بدنا نتعاون نحن وياكم، أنا عامل كتاب حول هالأمر هيدا، الكلمات اللبنانية اللي جاية من السرياني. بلكي فينا نتعاون بهالهيئة السريانية ونعمل كتاب مجلد كبير حول هالأمور هيدي، لأنه بالحقيقة بتقولي لهم، عارفي إنه هلا النية اللي عم بتقوليه أنت شاغل فكر الناس هلا اكيد اكيد شاغل ما في لفظه ما في لفظه غير ما نفكر فيها هي من اللغه السريانيه. وبعدين بفكروا هلا في البعض اللي ما بيفهم اللغه السريانيه بفكر انه بعد كلمات بتقولي له اياها بفكرها قله التهذيب. مزبوط. هيدا هي منا قله التهذيب، هي لغتنا يعني. مزبوط. ها على كل انا بشكرك. بعد بدك شيء تجي؟ بس بدي اقول انه اللغه، لغه هي مفردات وقواعد وتركيب جمل،
وهدول موجودين بلهجتنا اللبنانية. نعم. اللي عندها اللي قلت من الأساس إنه هي عندها خصوصية سريانية اللي هي من لغتنا السريانية. نحن أنا بتمنى أن نعمل جرامير باللغة اللبنانية ونعمل فوكابولير. نرجع نقول إنه يا خيي هاي لبنانة شاية.